تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني حملتها التوعوية السنوية المتعلقة بالسبل الآمنة التي توفر السلامة لمرتادي برك السباحة بشكل عام والأطفال بشكل خاص حتى نهاية الشهر الجاري. انطلاقا من مسؤولياتها في حماية وتعزيز السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين، تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني حملتها التوعوية السنوية المتعلقة بالسبل الآمنة التي من شأنها توفير السلامة لجميع مرتدي برك السباحة والمستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري. تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعديد من الحملات التوعوية، ومن أهم هذه الحملات في فصل الصيف حملة برك السباحة، والتي تهدف هذه الحملة لنشر الوعي والثقافة لمرتدي هذه برك السباحة للحفاظ على سلامتهم من الغرق ومن الإصابات. ومن أهم الاشتراطات اللي يجب توفرها في برك السباحة وجود طوق النجاة، الإسعافات الأولية، طفايات الحريق، وأيضا التأكد من وجود الاشتراطات الأساسية لبرك السباحة، منها السلالم، العلامات الإرشادية، عمق برك السباحة وتدرج برك السباحة. طبعا هذه الحملة تركز على أولياء الأمور كونهم هم المسؤول الأول، وطبعا احنا نوصل رسالتنا لهم ان بعدم ترك الاطفال بدون رقابه في برك السباحه. حملات توعويه بكافه محافظات المملكه يقوم بتنفيذها مكتب العلاقات العامه عبر فريق عمل ميداني مؤهل يعمل على تفقد برك السباحه والاطلاع على مستلزمات السلامه فيها، سعيا لرفع مستوى الوعي والثقافة لدى مالكي برك السباحة ومرتاديها، وخاصة فئة الأطفال لتأمين سلامتهم من حوادث الغرق. طبعا إذا شفنا شخص غرقان في وسط الماء، إذا شفناه أنه هو قاعد ينزل ويرجع يرتفع مرة ثانية، هاي دليل أنه هو غرقان لكن بوجود التنفس. لكن إذا شفنا المصاب أنه هو غرقان وراسه نازل في الماء، هاي دليل أنه هو غرقان والتنفس واقف عنده. أول خطوة راح أسويها حتى لو كنت أنا متمكن من السباحة، أحاول أن أنا أطلب المساعدة من الأشخاص اللي بيكونون معاي عن طريق اللي هو الاتصال بغرفة المراقبة، على أساس أنه يكونون معاي كور حق عملية الإنقاذ. أول شيء راح أسويه أن أنا أحاول أنقذ المصاب عن طريق يدي، عن طريق شيء أن أنا أحذف له مثل الحبل، مثل سترة النجاة، مثل السباحة، على أساس أنه يكون وسيلة أقدر أسحب فيه المصاب. ثاني خطوة، لو ما قدرت أنقذه بهاي الطرق، أقدر أن أنا أنزل للبحر أو أنزل للبرشة وأتوجه له، لكن إذا وصلت قريب له أحاول أن أنا أنزل تحت الماء وأروح له من الخلف وأبتدي أن أنا أرفع المصاب عن طريق اللي هو الأكتاف وأبتدي أن أنا أسحبه برا البرشة. ويبقى لتدريب الأطفال على السباحة أهمية كبرى في تأمين سلامتهم لدى ارتيادهم برك السباحة. أهمية السباحة أنها هي تنمي وتقوي عضلات الجسم، وهي الأكثر نفعا من جميع الرياضات الأخرى، لأنها تحرك جميع عضلات الجسم واكتساب الثقة والاعتماد على النفس. طبعا أوجه رسالتي حق أولياء الأمور أن ينتبهون على أولادهم أثناء ذهابهم لبرك السباحة والمنتجعات ومراقبتهم أثناء السباحة، وأيضا أحثهم على إشراك أولادهم في المراكز التدريبية للسباحة والتعليمية. وبالرغم من وجود التوعية المستمرة واشتراطات السلامة، إلا أن للآباء وأولياء الأمور دورا رئيسيا في الحفاظ على سلامة أسرهم وذويهم. طبعا وزارة الداخلية مشكورة على الحملات التوعوية وإجراءات السلامة، و مثل ما تقول سووا يعني حملات تفقدية على بعض البرك، وهي عشان يطالعون إجراءات السلامة وحتى يعني مثل ما تقول تقييم للقائمين العاملين على برك السباحة. بس يبقى الأمر الأول الأخير علينا احنا أولياء الأمور نتابع عيالنا ونحرص أن ما نهدهم ونخليهم، لا لازم نتابعهم نخليهم تحت مرأة عيننا يعني عشان نأمن سلامتهم 100%. وتبقى سلامة مرتادي البرك مسؤولية يتعاون فيها جميع مكونات المجتمع وأولياء الأمور، خاصة لأن ترك الأطفال بمفردهم دون مراقبة يعرض حياتهم للخطر.